خلاص فاقولكم الشعب بدا فاق خلاص، رانا 2019 خلاص يا عجبة خلاص، روحوا تريحوا الشعب هاكتو لا جيناس، لا جيناس هاكو تشوفوا، بعتوهم ارميتوهم للبحر، ارميتوهم للبحر ومازال هاكو تشوفوا ومازال هاكو مع حشادين، روحوا ادوا ولادكم وروحوا. هاد الناس جايين ناضت وهما خلاص صيبوا يروحوا، هم الشعب كاع ناض، شكون راح يفوت عليهم دوكا؟ حنا رانا سلميين خرجوا بالملايين، ولازم نكون طاربي تعطيو له قيمه. هاد الشعب هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا قيم كل الشعب الجزائري. شوف الخير اللي فيه، شوف لالجيري اي لا بيزوان دو سي زانفون، لالجيري ا بيزوان دو سا جونيس، اون ا با بيزوان دو فو. والسلام عليكم. متابعي قناة البلاد، كما تشاهدون آلاف المواطنين قدموا هنا، هم سلميون ويقولون لا للعهدة الخامسة ولا نريد تمديد العهدة الرابعة، نريد رحيل الجميع. كذلك بالنسبة للندوة الوطنية أقول يقولون لن نحاور من كانوا في الحكومة سابقا، لن نحاوركم، وإنما نريد أن تكون الندوة الوطنية من صميم الشعب، نريد أن تكون الندوة الوطنية تتمحور بين أفراد من الحراك الشعبي، نريد للندوة الوطنية أن يكون فيها ممثلين عن شباب، ولا نريد أن يكون فيها جهة تمثل الحكومة وجهة من الحراك. يقولون لا للحكومة في الندوة الوطنية ونحن لن نحاوركم. كنت معي أنا عبد السلام شريفي لقناة البلاد.